بالتأكيد لازال الآلاف في ومئات الآلاف في غزة وشمالها. شهدنا خلال اليومين الماضيين أوامر إخلاء جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسكان في محافظة شمال القطاع، الذين اضطروا مجددا لخوض تجربة النزوح. حتى نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدينا 4 نقاط في محافظة شمال القطاع اضطرت للتوقف عن العمل نتيجة الاستهدافات المتكررة وأوامر الإخلاء. بعد عام كامل من العدوان، الوضع حقيقة لنتفق بأنه غير قابل أصلاً للوصف. تحدثنا بأنه كارثي، ولكن حقيقة هو أكثر من كارثي. عام كامل من الفقدان، الرعب المتواصل والقصف المتواصل اللي بيطال كل مناطق قطاع غزة. في غزة ما في أي مكان آمن. زاد عدد الشهداء عن 41,000 شهيد، أكثر من 96,000 جريح، أكثر من 10,000 مفقود تحت الأنقاض، غالبية الضحايا من النساء والأطفال، والوضع أكثر من صعب. هناك نقص حاد في المستلزمات الأساسية، سواء كنا بنحكي عن أكل، عن مي صالحة للشرب، سنة تقريبا كمان بدون كهرباء، بالإضافة لمحدودية حتى الرعاية الطبية المتاحة. 96% من الناس في قطاع غزة ما عندهم كميات كافية من الطعام، على الأقل 90% من أطفال قطاع غزة بيعانوا من فقر غذائي حاد نتيجة الأوضاع الصعبة يلي بعيشها الناس. اليوم نحكي عن 90% من أهلنا في قطاع غزة صاروا اليوم نازحين داخليا، منهم من عاش تجربة النزوح 10 مرات. ظروف صعبة، الناس موجودة إما بمدارس أو بخيم، أبسط مقومات الحياة مش متوفرة، مش بس أكل ولا مي، حتى مواد التنظيف الشامبو كمان غير متاحة. الاحتلال لليوم بعرقل عملية دخول المساعدات الإنسانية لداخل القطاع، بيسمح لأعداد قليلة من الشاحنات بالدخول، ما بتلبي احتياجات الناس. يلي بيدخل من شاحنات مساعدات هو نقطة في بحر الاحتياجات، معبر رفح البري مغلق من 7/5، ويلي بيدخل من خلال نقاط العبور الأخرى هو غير كافي لسد احتياجات الناس، لا سيما وإنه إحنا بنحكي إنه كل سكان قطاع غزة بدون استثناء اعتمادهم الأول والأخير اليوم هو على المساعدات اللي بتدخل، لأن بنحكي سنة كاملة تم تدمير أوجه الإنتاج، ما في زراعة، ما في مصانع. نعم. حتى المخابز كمان أغلبها أغلق عدة مرات بسبب نفاذ الوقود اللازم. لا يعني ما في مقومات حياة، يعني ما في مقومات حياة توفر. نعم. الكثير من الأساسيات. نعم، يعني عم تقولي لي إيه، ما في مقومات حياة بغزة، وهلأ في دعوات إضافية للنزوح من شمال غزة إلى رفح. أنتوا وين بعدكم متواجدين، وين بعدكم قادرين أنكم تلبوا الناس؟ الهلال لسه موجود بكل أنحاء القطاع، بنقدم خدمات الإسعاف والطوارئ، خدمات الرعاية الصحية الطارئة، بنقدم أيضا خدمات إغاثية. قدرنا ننشأ على الأقل 27 مخيم ومركز إيواء لإيواء النازحين في القطاع، بالإضافة لتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا طبعا عن خدمات الدعم النفسي للأطفال والنساء يلي هم الأكثر تضررا من الأوضاع الصعبة يلي بعيشها الناس. لا شك بأنه خدمات الإغاثة اللي بتقدمها الجمعية نقدر نقول إنها شبه شلت أو توقفت من تقريبا 7/5، لأنه المساعدات يلي بتدخل من خلال نقاط العبور الأخرى هي غير كافية. نحن بشكل أساسي كنا نستلم من معبر رفح، بعد ما تم إغلاق هذا المعبر الجمعية ما استلمت أكثر من 60 شاحنة تقريبا من 7/5 لليوم نتيجة إغلاق معبر رفح البري. طبعا الاحتلال كمان بيستهدف طواقمنا على الأرض، بنعمل بظروف صعبة وقاسية، ودعنا هذا العام 34
زملائي العاملين بالهلال الأحمر الفلسطيني 19 منهم استشهدوا وهم على رأس عملهم الإنساني حينما كانوا يؤدوا مهامهم الإنسانية ويرتدي شارة الهلال الأحمر اللي كان من المفترض إنها توفر لهم الحماية. نعم. بالإضافة طبعاً لاعتقال العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني، 4 منهم لا يزالوا تحت الإخفاء القسري وتجربة الاعتقال، ما في أي معلومات عنهم، برفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهم، علما بأنه زملائي اللي تم اعتقالهم والإفراج عنهم تحدثوا عن سوء معاملة وضرب وتنكيل.